يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. النهاردة مش أي حلقة، حلقة مهمة جدا جدا، لأن احنا بنتكلم في ساعات قليلة قبل انطلاق مباراة اليوم الحاسمة والمصيرية ما بين الأهلي والترجي في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. المباراة اللي هتقام على استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة 9 مساء. الأهلي عنده أفضلية نسبية بعد الفوز في المباراة الأولى، لكن الأمور لم تحسم بعد. مباراة غاية في الصعوبة وغاية في الأهمية والندية بكل تأكيد، بتواجه فريق كبير جدا زي فريق الترجي التونسي، عنده باع كبير في القارة الأفريقية وعنده ألقاب كثيرة في البطولة الأفريقية، فبالتالي مباراة غاية في الصعوبة. كواليس كتير جدا هتكون معانا على مدار الحلقة، وهي بالتحديد كواليس ما قبل انطلاق هذه المباراة، وهنعيش حضراتكم في الأجواء لحظة بلحظة زي ما انتم اتعودتوا دايما من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. كل الجديد وكل التفاصيل قبل انطلاق مباراة اليوم هتكون معانا على مدار ساعة من دلوقتي، بخلاف طبعا البرامج اللي هتكون بعدينا سواء السادسة أو حتى الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة اليوم. كل ما تريدون أن تعرفوه عن النادي الأهلي وعن استعداداته النهائية لمباراة اليوم هيكون معنا لحظة بلحظة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، وتفاصيل كتير جدا. بالتالي سؤال حلقة النهاردة بيتعلق بالمباراة، ده أمر مؤكد، وتوقعاتكم إيه لنتيجة المباراة، ومين بإذن الله تعالى اللي يحرز الأهداف. يا رب يا رب الأهلي يكون موفق، يا رب إن شاء الله بإذن الله نفرح وننبسط النهاردة بالتأهل للمباراة النهائية من خلال هذه المباراة الصعبة جدا أمام الترجي. تواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد كالعادة تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة النهاردة. لكن دايما بيكون في عناوين مهمة، خلينا نروح نشوفها. في ترند الأهلي الليلة، الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي أفريقيا. موسيماني يحذر اللاعبين ويطالبهم بنسيان لقاء الذهاب طبعا. أما في الترند العالمي اليوم انطلاق دور الـ 16 ليورو 2020. طيب في النهارده بعض المباريات اللي هامه جدا، المباريات كلها بتهم الجماهير المحبه لكره القدم بشكل عام. بالتحديد احنا بالنسبه لنا كاهلاويه اهم ماتش ايه؟ ماتش الاهلي والترجي، دي النتيجه اللي تهمنا جدا النهارده يعني، لكن اكيد بيكون في متابعه لمباريات اخرى لو هي مش في توقيت مباراه الاهلي والترجي. خليني اقول لكم اهم المباريات بالتحديد في دوري ابطال افريقيا، هما ماتشين، ماتش كايزر تشيفز مع الوداد ده الساعة 6 هناك في جنوب أفريقيا. الأفضلية لكايزر تشيفز بعد ما فازوا في المغرب على الوداد بنتيجة 1-0. أما مباراة الساعة 9 بالليل ما بين الأهلي والترجي، الأهلي متفوق في الشوط الأول بنتيجة 1-0، إن شاء الله يتفوق كمان في الشوط الثاني أمام الترجي. في اليورو النهاردة في ماتشين في دور الـ 16، خلاص الأدوار الإقصائية والمتعة الحقيقية في الأمم الأوروبية، ويلز مع الدنمارك الساعة 6 وإيطاليا مع النمسا الساعة 9. إيطاليا اللي ماشية بشكل ممتاز سواء من حيث الأداء أو النتائج، ده أمر مؤكد. دي أهم وأبرز المباريات النهاردة، وإن شاء الله الأهلي يكون موفق. في تفاصيل كتير جدا هتكون معنا بس بعد الفاصل، يلا بينا. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا.